تتساءلون شنو جاب الغرب يهتم بالمثلية في البلدان بحال ديالنا؟ واسيدي انتوما شغلكم، حنا نبيح المثلية او نمنع المثلية وانتوما مالكم؟ انتوما ياك في الغرب بدا ديروا المثلية ولا تديروا الفيديو هذاك، انت ولا بيناتكم، خليونا حنا بيناتنا عاود ثاني. لا ما يمكنش، الحرية المسيحيين، العلاقات الرضائية، راه داك المسكين هذاك المبير راه كيخرب، هذاك غير تيخرب، هذاك دابا تيمشي كوزير ديال العدل، تيمشي للمنظمات حقوق الإنسان اللي تيقول له هذا الشيء تيرجع له، نو تقول لهم هذا الشيء ماشي شغلكم، حنايا نمارسوا الجنس في إطار الشريعة ولا نمارسوا يعني خارج اطار الشريعه، وانتم الراجل دخل المراه وسدوها وراسو على بيت وانتم اش دخلكم؟ قول لي فين باقي خاصكم تدخلوا؟ لا ضروري والاجهاض والعلاقات الرضائيه وتيديروا لك شي اسماء وتقول لا وهذا الى اخره، ما اش دخلكم انتم؟ لا ولكن خاصك تكون تابع، خاصك تكون تابع اخلاقيا، خاصك تكون تابع عقائديا، خاص ما تكونش عندك شخصيه ديال الممانعه، خاصك على ليميت على ليميت على ليميت يعني تاخذ شي بركه وتسكت فوالا ليم. وهذا هو التحدي اللي كاين اليوم في العالم، هذا هو التحدي اللي كاين بالنسبه للامه الاسلاميه، هذا هو التحدي اللي كاين بالنسبه للامه العربيه، هذا هو التحدي اللي كاين بالنسبه للامه المغربيه. لاحظوا باللي في هذه السنوات الاخيره بالخصوص يعني بلادنا بدات تتغير، كاين شركات جاتنا من امريكا حتى لهنا للمغرب وغادي تتوسع، ولكن ماشي غير في المغرب، في المغرب في فرنسا اش كدير؟ كتبيع للمغاربه الخبز والكفته. انا تنبقى نتعجب، تنقول هاد الدوله اللي الناس كيديروا المطبخ ديالها من احسن المطابخ في العالم، ان لم يكن احسن المطابخ في العالم، واش حنا محتاجين شركات امريكيه او حتى فرنسيه تجي دير لنا يعني اماكن اللي ولات؟ ولكن عندهم هما عندهم راس مال وعندهم الابداع خصنا نقولوها، وعندهم واحد الاشهار، اله اشهاريه خطيره اللي كتفسر الناس بلي هاد الشيء هذا اللي كيبيعوه صحي نظيف الى اخره، وكيجلبوا الاسر من خلال الاطفال الى اخره، حتى ما بقاش الانسان تيفكر. انا تنتعجب لانه قيل لي وقد رايت هذا بعض الشيء، انه في بعض الاماكن اللي كيبيعوا هذيك الوجبات السريعه اللا صحيه والخطيره على الصحه والتي تسببت في البدانه عندهم، راه الا مشيتي للولايات المتحده غادي تشوفوا بنادم تقولوا هذا واش بنادم ولا طنجير ديال الخليه. الغالب يعني عندهم واحد اوزان يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، هما اللي عندهم لوبيزيتي لا بريزون المون، فهمتيني ولا لا؟ وكل شيء تيمشي ياكل هذيك الوجبات السريعه، شنو النتيجه ديالها؟ هو يعني دايرين السيرفيس في السياره، دايرين السيرفيس تبقى تنتعجب، تدخل هذه الدرجه ما لقيناش حنايا اللي وهكذا. على كل حال انا ماشي دابا تنطالب باش نمنعوا هذا الشيء، لا، ولكن تنطالب اولا خصني نوعيكم انتوما شنو الخطر اللي عندكم، انا ما جبتكمش راه عندك شحال لكم كنقول لكم تمشيو تبيعوا الخبز والكفته، سيت اون بون ايدي ماشي بعيد، راه تقدر تكون هذه فكره جيده الا عرفتي ديروا داك الشيء، لانه ما يمكنش الامريكان يسبقونا في المكتب، طلعوا للقمر هما الاولين وما برك مشوا، ولكن ما كنتش احسن ما كنتش 100%. انا مشيت لامريكا وعرض علينا اوباما وكلنا الصوبه بارده، الصوبه عمرك ما شفتي وسط الصوبه بارده، راه بغيتي تشد راسي امريكا عندك وتشوفها ولا عندك. علاش نقول لكم هذا الشيء؟ نزيدكم واحد المثال اخر، غادي هذا المثال هذا غادي تنتبهوا له ولكن ما انتبهنالوش في الوقت المناسب، وجرانات واحد العدد منهم تصرف، ولكن جرانات اخرين راه هما جايين غير تصرف. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.